ما شاء الله وجهك متغير، شو مسوي؟ ايه لان انا مسوي فيلر وبوتوكس حق خدودي ومسوي نفرتيتي. ايه استخدمت هالسوالف، ايش خليته حق بناتنا؟ وايد حول اهتمام بالنفس، لازم كل انسان يهتم بنفسه. بالنسبه حق المذيع الثاني، ليش دائما يهاجمونك؟ انا شباب غاروا مني لان انا انسان ناجح وميز ولا تقذف الا الشجره. اتمنى من كل الناس اللي يتعلمون الرجوله منك حبيبي، وعشان يخطبونك ويحبونك يسألونك شلونك شخبارك شو مسوية وعسى طبخك. شنو رسالتكم الحابين توصلونها للمجتمع؟ هدفنا اكيد نوصل صوت الشباب. رسالتكم ان الشباب يطقون بوتوكس؟ لا، نوصل صوت الشباب بهمومهم مشاكلهم، نعلمهم شلون يلبسون دايما.